بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم، معكم أستاذ سليمان مدرس لغة عربية. قبل أن أتحدث عن درسنا اليوم، تحدثنا في الفصل الماضي الفصل الرابع عن ورد المنى نور الصباح، وعرفنا طبعا أن هم أشعلوا الفرقة طبعا بين صالح اسماعيل ونجم الدين طبعا، والنتيجه للكلام ده طبعا حصل ان صالح اسماعيل استولى على دمشق. سننتقل الى الفصل الخامس بعنوان خدعه ومكيده. ركز معايا كده في الملخص عشان تقدر تجاوب معايا على الاسئله. الملخص بسيط وسهل، والاسئله برضو بسيطه ان شاء الله وسهله، بس ركز معايا. عاد داود من مصر إلى القرق ليأسي من معاونة العادل له على الوصول إلى حكم دمشق، واستقر في قلعته بالقرق. أرسل داود عماد الدين وسنقر الحلبي إلى نجم الدين ليبلغاه بأن داود طرق العادل وحاشيته لفساده، وأنه يعتذر له عما صدر منه في حقه ويرغب في التصالح معه. فتعجب نجم الدين من تحول موقف داود، وشعر بخيانة الرسولين، ومع ذلك أمر لهما بخيمة وطعام. أخذ نجم الدين وشجر الدر يفكران في أمر الرسولين، وبينما هما في حيرتهما إذا بأشباح تتحرك من بعيد، فظن رجال نجم الدين أنها جنود الفرنج وخرجوا لمطاردتهم. شك نجم الدين أن الغرض مما حدث هو إبعاد الجنود عنه وإلحاق الأذى به. جاء الرسولان إلى نجم الدين وشجر الدر ومعهما بغلتان، وطلب الظهير منهما الركوب، وادعى أن داود مريض ويجب عليهما زيارته، فركب معهما ووقع في الأسر. عاد رجال نجم الدين بعدما انخدعوا بأمر الأشباح، فوجدوا جنود داود في انتظارهم، فهجموا عليهم وأسروهم. أمرت سوداء بنت الفقيه بإقامة الزينات تعبيرا عن فرحتها بأسر نجم الدين وشجر الدر. طلب العادل من داود إرسال نجم الدين في قفص مقابل 400 دينار وملك دمشق. غضب دعاة الإصلاح والوحدة عندما علموا بأسر نجم الدين، واجتمعوا في دار القماش ليتشاوروا في الأمر، وعزموا على الإسراع بحل يخلص البلاد من شر العادل. هنا كنا انتهينا من ملخص الفصل. طبعا عرفنا الخدعة والمكيدة التي حدثت كانت بفعل مين؟ بفعل داود. داود كان يريد أن يأخذ دمشق، فأخذها بالخدعة أو بالخدعة والمكيدة عن طريق طبعا أسر نجم الدين وزوجته. الفصل الخامس طبعا أسئلة وردة في الامتحانات. السؤال الأول بيقول: ماذا كان موقف نجم الدين من الرسولين بعد سماع كلامهما؟ إيه كان موقف نجم الدين؟ طبعا موقف نجم الدين أحسن ضيافتهما وأمر لهما بخيمة فسيحة وطعام على الرغم من شعوره بخيانتهما. ما الخدعة التي أبعدت جنود نجم الدين عنه؟ طبعا الخدعة ظهور أشباح تتحرك من بعيد، ثم ارتفعت صيحات تعلن قدوم الفرنج، فخرج رجال نجم الدين لمطاردة تلك الأشباح، تاركين نجم الدين وشجر الدر بدون حراسة. السؤال الثالث يقول: وقع مماليك نجم الدين ضحية مؤامرة خبيثة، وضح ذلك. طبعا عن طريق أن مماليك نجم الدين بعدما عادوا من مطاردة الأشباح التي لم يعثروا عليها، وجدوا جنود داود في انتظارهم يهجمون عليهم ويأسرونهم. أثبتت الأحداث صدق ما توقع نجم الدين بخصوص الأشباح، وضح ذلك. طبعا احنا عارفين ان نجم الدين كان يشك في كلام الرسولين. توقع نجم الدين ان يكون ظهور الأشباح امرا مدبرا لإبعاد جنوده عنه والحاق الأذى به، وبالفعل صدق توقعه، وفوجئ بالظهير وعماد الدين بن موسك ومعهما بغلتان لحمله هو وزوجته لزيارة داود باعتباره أنه مريض، فركب معه هو وزوجته ووقع في الأسر. لماذا أمرت سوداء بنت الفقيه بإقامة الزينات؟
طبعا فرحا وابتهاجا بوقوع منافسهم العنيد نجم الدين في الأسر. السؤال الأخير بيقول: ماذا طلب العادل من داود بعدما علم بأسره لنجم الدين؟ طبعا طلب منه أن يرسل نجم الدين في قفص من حديد مقابل 400 دينار وملك دمشق. أتمنى أن تعم الفائدة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.